يشهد الشارع البحراني ومنذ ثورة 14 من فبراير في العام 2011 تبايناً في الرؤى حول كيفية التعاطي مع نظام عائلة آل خليفة الحاكمة في البلاد. إسقاط النظام مطلب في غاية الإمكان، وهناك طيف في المعارضة ينادي بإسقاط هذا النظام الذي يرى أنه عصي على الإصلاح، فيما تعول الجمعيات السياسية على إصلاحه. النظام الخليفي شن حملة شرسة ضد القوى السياسية المطالبة بإسقاطه ومنذ الأيام الأولى للحراك، وزج بقارة الثورة ورموزها في السجون، لكنه ترك الباب مفتوحا أمام الجمعيات السياسية بغية تطويعها وإجبارها على التقهقر والعودة لما قبل 14 من فبراير. العائلة الحاكمة عجزت وخابت مساعيها فشنت حملة شرسة في آخر المطاف على الجمعيات السياسية، إذ اعتقلت الشيخ علي سلمان وأسقطت جنسية آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم واستهدفت الحقوق نبيل رجب. ما أثق فيكم. ما علي حياك هني وقف وياك. للأسف الشديد لأن عندي سوابق وياكم. إجراءات تثبت بأن السلطات تستهدف البحرانيين في وجودهم، ولا فرق إن كانوا إسقاطيين أم إصلاحيين أو حتى غير مبالين بالأمر، وهو ما أفصح عنه كبار العلماء في بيانهم الذي اتفق على مضمونه كل البحرانيين. إن هذه الحرب الشرسة على أهل البلاد الأصليين والمدعومة من الخارج تستدعي رص الصفوف لتشكيل جبهة متينة أمام النظام الذي أعلن حربه المفتوحة ضد السكان الأصليين ووجودهم في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ البلاد. ولا شك أن من يعرقل أي مساعي للتقارب والوحدة فإنه ومن حيث لا يشعر يعين النظام في حربه على هذا الشعب الأبي الصامد، ويتخلى عن مسؤوليته الأخلاقية والوطنية. أرى المستقبل مظلماً إذا ما يكون في تحرك حقيقي وتحرك مدروس وتحرك شامل.